السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. اليوم نحضر مع بعض بريوش كيجي بحال شناك خفيف وقطني، يعني الطريقة ديالته بسيطة بسيطة بزاف، اي وحدة تقدر ديرها، يعني الفطور الكوتي ما داخلو كيجي واعر، كيجي يعني بحال الشكل ديال الكيكة. نتمنى انها تعجبكم الطريقة والمقادير بسيط. بالنسبة للمكونات غير مكلفة، يعني متوفرة في كل البيوت. عندنا بيضة وحدة، كاس ديال الحليب، تقدري ديري هاد البريوش. بيضه غادي ناخذ ابيض البيض، وهو فاش غادي نخدموا به في العجينه. بالنسبه لاصفر البيض غادي نخليوه للدهن. بالنسبه للنسبه غنديروا فاني او قشور ديال القشره، يعني حكوها هذه الحامض. فاني وحده، ساشيني باكيه، وعندنا تقريبا 3 معالق كبار ديال السكر، وملعقه كبيره ديال خميره الخبز. كنديروا كذلك قبيصه ديال الملحه، يعني ذوق ملعقه صغيره ديال الملحه، كاس ديال الحليب، والزيت كذلك نعبر نفس ديك التليفه صغيره، يعني غندير واحد 4 معالق ديال الزيت عامرين. السكر درنا 3 عامرين، 3 كبار ديال السكر، الزيت اكثر من السكر. كنخلطوا المكونات مزيان، خميره، السكر، الحليب، الزيت والملحه وفاني، نخلطهم مزيان. ومن بعد ملي كنخلطوا الخليط الاول غنزيدوا عليهم الدقيق بشويه بشويه، يعني غنديروا غير ملعقه بدون يعني مجهود، بدون ذلك كنخلطوا ملعقه فقط. كتجي العجينه شويه يعني مرخوفه، ما تكونش مجموعه، مجرد انك تلقاها يعني تجمعات، يعني كتكون مزال كتلصق في كتلصق يعني بحال لي سفنج، كنحبسوا بهذه الطريقه. كنديروا فيه شويه الزيت باش ما تلصقش لينا، وكنحاولوا نجمعوا يعني ديك البقايا اللي كيبقاو في الاناء. كنجمعوا العجينه يعني غير غاديش ندلكوها، غادا نجمعوها ونخليوها ترتاح حتى كتختمر. نديروا فيها شويه الزيت باش ما تلصقش لكم في يديكم، كطلع يعني ما كتلصقش في الاناء. نغطيو عليها واحد تقريبا واحد نص ساعه، يعني حتى كتختمر لكم صافي. ونبداو نخدموا. كنديروا في يدينا الزيت باش تجيكم ساهله، كتجي خفيفه العجينه ماشي ثقيله. بعد ما كنجمعوها تنحاولوا ناخذ واحد الاناء او المول اللي غنديروا فيه هاد العجينه هذه، كندهنوا بشويه الزيت وتناخذوا ديك العجينه وتسرحوها، يعني طريقه بسيطه بسيطه بزاف، توجديها يعني بسرعه. نسرحوها في المول، اذا كان مول مربع يعني ديروا في مول مربع دائري، اي مول عندكم دائري كيجي احسن كيجي زوين. كنحاولوا نسرحوها مزيان، تخلي واحد 5 دقائق باش تجيكم سهله باش تسرحوها، ونخليوها تختمر عاوتاني تقريبا واحد 10 دقائق او 20 دقيقه، يعني على حسب الاختمار. يعني الا طلعت شويه صافي تحبسوا، شوفوا الا اختمرت صافي تبداو تشكلوها بهذا الشكل، هذا الشكل الدائري. درت تقريبا 3 دوائر، تاخذوا ديروا حتى 4 على حسب يعني السمك او القطر ديال المول. من بعد ما تتقادو يعني تتحاولوا ديروا غير هكا حفيرات هكا باش نعمروهم دوك الدوائر. نعمروهم، انا غنعمرهم بمربى والشكلاط، اي مربى عندكم، كان مربى ديال ولا الكونفيتير ديال الفريز ديال المشماش ديال البرتقال الشكلاط، يعني تعمرهم اي حاجه عندكم. الشكلاط هذا يعني درتوه هكا دائري، ما خفيفش شويه يعني باقي قاصح. كنحاولوا نسرحوها باصبع هكا هي في الوسط، الا كان خفيف يعني تحاولوا تسدو داك كي تيجي ساهل هذاك ملي نخرجوا من الثلاجه، بقيت قاصح شويه. بالنسبه للمربى حتى هو راه خفيف، تيجي ساهل باش تحطيه هكا بملعقه. المهم نتوما ديروا اي حاجه متوفره في البيت. كندوروها طريقة بسيطة، كيجي الشكل ديالو منظر زوين. تنعمروهم يعني الكمية الكافية للحفيرات. فهاد الأثناء حنا سخنا الفران، يعني باش ندخلوها دابا، يعني مغديش تختمر، غندخلوها الفران. نسخنهم مزيان في اللول حتى 200 درجة، فران ديال الضو، فران يعني إيتيمات تاع الفران التركي، الأخوات اللي باغيين يستعملو كيفاش طريقة الطياب ديالو. من بعد ما كنسخنو مزيان تندخلوا هاد البريوش، يعني كندهنوا باصفر بيضه اللي خلينا، كندهنوا البلاصه اللي هي بيضه،
نخلطو مع شويه حليب اولا تخلوها اصفر بيض هكا بوحدها بوحدها. كما قلت لكم سخنوا الفران، بعد ما كتسخن يسخن مزيان تنحاولوا نقصوا 380، نشعلوا لها هاد البروشغي من التحت حتى كتحمر ليكم وكتنفخ، ومن بعد تشعلوا لها من الفوق. كاين الفران اللي كتشعليه الفوق وتحت فخط، يعني تشعليهم بفخطره واحده بجوج، يعني اي فران والطريقه الساميه ديالو. من بعد ما دهنت بروجينا بالاصفر ديال البيض، نديرو شويه ديال اما كاوكاو او اللوز يفيلي او الزنج او تخليوها هكاك، يعني رشيتها بنا باللوز يفيلي هاد الطريقه تيكون ما محمرش، وندخلها ونشعلها غير من التحت كما قلت لكم. طريقه بسيطه كتحمر لكم من التحت، يبان الجنب انه طايب محمر، وكتنفخ صافي نشعلها من الفوق. بعد ما كتقرب اولا من كيطيب من التحت، يعني كتشوفوا صافي تحمرات من التحت شويه باقي خاصها طيب، نشعل الفوق، يعني ماشي مشكل الفوق وتحت في خطره واحده، 180 حتى 200 درجه. وكاين الفران اللي كيكون سخون بزاف يعني تقدر ديري غير 180 او اقل، كاين اللي كيكون اكثر من 200 يعني 220 هكاك، كل فران والاستعمال ديالو. هذه الطريقه اللي درت، يعني درت 180 200 صافي. من بعد ما طابت نخليها عاوتاني تحمر مزيان، برا طابت من تحت وتحمرات، ويعني الفران باقي سخون كنخليها مازال الفران باش تاخد تحمر مزيان، يعني واخا كتفوق الفران خليوها باش تاخد ديك الحراره اللي باقا في الفران وكتحمر اكثر، يعني الطريقه اللي كنديرها انا. كما كتشوفوا راه نوريكم يعني كيفاش دايره، دائما تفوق الفران. حاولوا تخليو داك الكيكه او البريوش او الخبز يبقى، يعني تخليه واحد الشويه اذا كان باقي ما محمرش مزيان، ما حد ديك الحراره كاينه في الفران وهو يطفيتي عليه خليه راه كياخد هاي يعني كيتحمر كثر، او القراشيل كما كان اي بريوش درتي. صافي راه باقا سخونه كما كتشوفوا، كنحاول نحيدو الجناب باش تحيد من ما تبقاش لاصقه. تقدري تحطها في طبيسي وترشي لها السكر كلاصي او الدهنيه، انا خليتها كيف ما هي باش نزيد عليها السكر باش تعاود نزيد تكون حلوه اكثر. انا خليتها هي كما قلت لكم دهنوها بالناباج كتجي لامعه وتعطي واحد المنظر زوين اكثر، ويعني تاكلوها مع واحد سخونه هكا في الفطور ولا في العشيه. قطعت لكم واحد الطريف كتشوفوا محمره وخفيفه بزاف، وبصحه وراحه. هذه هي وصفتني ديال النهار اخواتي، وصفه بسيطه وخفيفه بحال الريشه، يعني تاكليها وكتجيك خفيفه بزاف، يعني غير بيضه وحده وكاس ديال الحليب بريوش عائلي. ولا بغيتي تحتفظي بها هكا يغطيها مزيان بشي سيف وديريها في البلاستيك اولا فشي بواطه. من بعد ما كتبغيها كتاخدي واحد الطريف كيبقى طري وكيبقى كتبقى رطبه. ولا بغيتي تعاودي تسخنيها يعني تبقى حتى 3 ايام في الثلاجه يعني ما تخسرش، تسخنيها هكايا يعني في مقلاة تغطي عليها وكتسخن كتبقى كانها جديده. نتمنى ان هاد الوصفه تنعجبكم، ما تبخلوش لي بلايكات والاشتراك في القناه، بارطاجوا الوصفه مع الاخوات مواقع التواصل الاجتماعي. مع السلامه مع فيديو جديد ان شاء الله، الى اللقاء برعايه الله.